دائما رئيس النادي ما يتخذ القرار وحادي، لا دائما تشاور. عندنا لجان في اختيار اللاعبين وايضا اختيار المدربين. المدربين دائما نبحث عن المدرب الطموح اكثر من ذا، وسن معين عشان يكون عنده طموح يوافق طموحنا. وارجع اقول الفئات السنيه عندنا لما يلغى الدوري الاولمبي، وانا اؤيد الغاء الدوري الاولمبي، ولكن لابد ان تصنيف الفريق الرديف. نعم. يعني لمده 3 أو 4 مواسم كتجربه. اول شيء يعني عمل تدوير، مثلا لاعب اوقف 3 أو 4 مباريات بقرار انضباطي فيستعان فيه في الفريق الرديف احسن من ما يتوقف. في اشياء الاصابات، اعداد جيل جديد، استقطاب لاعب ممكن من الناشئين وذا، البحث عن مواهب. استثمار لاعب اجنبي، ممكن استثمار لاعب اجنبي برضه في الفريق. يعني عوامل كثيره. يعني الفريق الرديف معمول فيه في اسبانيا، معمول فيه في هولندا، في انجلترا، في عده دول. لا يمنع ان احنا نخلي تجربه زي ما جربنا الفريق الاولمبي والغيناه، وكل شيء انا خاضع للنجاح وخاضع. لكن اذا ما اقر الدوري الرديف، ما هو مصير اللاعبين اللي الان ينافسون على بطوله الدوري الاولمبي بالنسبه لكم؟ سنضطر، لان احنا عندنا سقف معين. تضطر لايش؟ القائمه. خلص معين. سيتم اعارتهم او بيع عقود، وفي حاله اذا في حاله اللاعب لا يوافق على الاعاره. كل الانديه انا عارف كل الانديه، بس انا اتكلم لانه هو موجود معنا اليوم. عبد المحسن حيسقط عدد كبير من كل الانديه كذا. ابو عبد المحسن، بس انا سؤالي سريع، اسف ابو عبد الله منقاطعه اخو الكابتن صالح داوود، واستاذن منه ابو زياد، بس انا استاذنت منه استاذ صالح، بسال سؤال واحد كذا على طرف لساني. خلصت سلتك، خلصت سؤال اخير. لا تعرف الاعلاميين الحين، انا الاعلاميين اصحاب المهن الغير مزدوجة.